صلى على النبي اللي مات دهو، صلى على النبي. كله عند رحماني، بس أول مرة على مستوى النت كله يتعرض نعاق رحمان بيوم. صلى يا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. على كده تعال نعدل الناس كده، فرق المد للناس، تبرك الخلاك فيما خلاك. هاد النعج، هاد النعج جايب النعج حلو، تبرك الخلاك فيما خلاك. خمس نعج رواخي وخمسه والدي، والسن كسين جواز وكسين اربعه. ما فيش السن دي ومحدش يعرف يجيب لك المال دي. ايه يا احمد بالراحه، جايب المال دي، خمسه رواخي وخمسه والدي، تبرك الخلاك فيما خلاك، تبرك الخلاك فيما خلاك. والله هات يا احمد غير، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ودي التالت، دي التالتة الرخية التالتة، ودي الرابعة، دي الرابعة الرخية، ودي الخامسة. مسكهم لي يا احمد كده، مسكت الباقي كده الرواخي. رواخي؟ اه. ده 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 يا رضا اهي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف المال ده يصلي على النبي، اللي يشوف المال ده اهو بالله عليك يصلي على النبي. المال دي مش موجود، ممكن اجيب لكم مال زي دي كسري خالعين بنص ثمن دول. خالعين، افهم الكلمه، خالع بنص ثمن دول. انا جايب لك غنم كسره جواز وكسره البعاض. دي الثالثه الرخيه الثالثه، دي واحده منهم، دي الرابعه. هات يا دي كسره جوز، ده هي كسره جوز. هات يا احمد سيب دي، سيب دي، دي كسره جوز عشان ما نغيبوش عنا. ورق الخلاف ما خلق الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دبابات، دبابات، دي كسره جوز، ده هو على الجرومات ده كله وكسره جوز، على الجرومات ده كله كسره جوز، دي على الجرومات ده كله كسر اربعة. لسه عيلة ده، دي لسه هتروح. دول الرواخي، اتنين همت، التالتة ايه، والرابعة ايه، والخمسة ده، ده هي ده. امسك دي يا احمد، امسك خمسة دي يا احمد، امسك خمسة دي. ايوه امسك هذا، ده تبارك خلاك فيما خلق. والله والسعر اعتقد ببلاه، ان مش خساره فيهم اي فلوس، المال الحلو مش خساره فيه اي فلوس. الوالدين بقى كاسين مجاوز، دي كسره جوز، وراها الذكر دي الزاجو ده، ودي وراها الذكر ده اهو، ودي وراها الذكر ده اهو، ودي وراها انتاي. امسكهم لي كده بقى، امسك لي دي، امسك لي دي عشان ما نتولوش على الناس. دي كسره جوز، ده هي كسره جوز، جاب لكم من احسن المال، اقسم بالله في محافظه كفر الشيخ. والله جايب لكم احسن من احسن الغنم دي، من احسن المال في كفر الشيخ كله. سيب يا احمد، الرحمن الاصلي البيور، طب الراجل خليك. ودي وراها الذكر ده، امسك دي، الدبابه دي كلها وراها الذكر ده، ده كان وراها واحد كمان بس مات، وانا راجل الغنم الحمد لله. هات بس دي، هات اللي هناك دي. ايه يا رضا، ودي وراها الذكر ده، امسك دي، الدبابه دي كلها وراها الذكر ده، ده كان وراها واحد كمان بس مات، وانا راجل الغنم الحمد لله. الحمد لله. هات بس دي، هات اللي هناك دي. ايه يا رضا، ودي وراها الذكر ده اهو، هما خمسه رواحي وخمسه والدين، ودي وراها الذكر ده اهو، طب كده ثلاث ايام اهو. الدبابه ده اهي، الدبابه ده كلها، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دي الرواخي الكاميرا مش عارفه تجيبهم والله، بسم الله.
الله ما شاء الله. دي والدة ده هي اللي ماشي، دي والدة ده دول رواخي ده. خمسة رواخي، ثلاثة رواخي أمت أمت، وخمسة والدي، أربعة كرة واحدة انتاي. والسعر ببلاش، السعر ببلاش من داخل مزارع الحاج وائل الغباسي، سعره قنبلة خمسة وعشرين ألف. السعر بخمسة وعشرين ألف، مفيش الكلام ده طبعا. سعر الواحدة دخل العرض 15,000 جنيه، سعر الواحدة من دول دخل العرض 15,000 جنيه. والله فيهم خمسة رواخي يسوى واحدة من 30,000، فهم خمسة رواخي الواحد تسوى أحلى من 30,000، وما تولد إن شاء الله الواحد أحسن من 30,000، وإن شاء الله بفضل الله اللي هتخف فيهم هتجيب جوز، اللي هتخف في دول هتجيب جوز، في دهم اللي هتخف فيهم هتجيب جوز. كل واحد ورزقه برضه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. خمسة رواخي وخمسة والدي، هذا رخينا. والرواخي كسون واحدة كسر جوز والباقي كسر أربعة، والوالدين كسون جواز، الوالدين كسون جواز. لسه عيال، ممكن أجيب لكم والدين التنات خالعين ب13,000. ما تبصش على السن، ما تبصش على الخلفة، بص على السن. بسم الله ما شاء الله. رقم التليفون 010-17-31-5146، أخوكم أحمد الغبيس من داخل مزارع الحاج وائل الغبيس. رقم التليفون 010-17-31-5146. سعرهم 15,000 في البعض.